بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وقلل نسياننا وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السيوطي رحمه الله: آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه، آمين. في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور وصلنا إلى قول الشيخ الإمام رحمه الله، وأخرج الإمام أحمد وسعيد بن منصور والنسائي وابن ماجة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه، والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ قال: فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: لقد نزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: وأنى له بالتوبة، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثكلته أمه. رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره، وآخذا رأسه بيمينه أو بشماله، تشخب أوداجه دما في قبل العرش، يقول: يا رب سل عبدك فيما قتلني. وأخرج الترمذي وحسنه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب قتلني هذا حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: ما نسخت هذه الآية ولا بدلت، وأنى له بالتوبة، وأنى له التوبة. وأخرج عبد بن حميد والإمام البخاري وابن جرير عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قال لي عبد الرحمن بن أبزة: سل ابن عباس عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقال: لن ينسخها شيء. وقال في هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال: نزلت في أهل الشرك. وأخرج عبد بن حميد والبخاري وابن جرير والحاكم وابن مردوية عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن أبزة سأله أن يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين التي في النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. والتي في الفرقان: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال: فسألته فقال: إذا دخل الرجل في الإسلام وعلم شرائعه وأمره ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم لا توبة له. وأما التي في الفرقان فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة: فقد عدلنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله بغير الحق،
وأتينا الفواحش فما نفعنا الإسلام، فنزلت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فهي لأولئك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال سمعت ابن عباس يقول نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، بعد قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أي بسنة. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بعد التي في سورة الفرقان، بثمان سنين، وهي قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله غفورا رحيما. وأخرج ابن جرير والنحاس والطبراني عن سعيد بن جبير رحمه الله قال سألت ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. فقرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فقال هذه الآية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نزلت الشديدة بعد الهينة بستة أشهر، يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا بعد أن الله لا يغفر أن يشرك به. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الشديدة بعد الهينة بستة أشهر، قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بعد قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية. وأخرج أبو داود وابن جرير والنحاس والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نزلت الآية التي في سورة النساء بعد الآيات التي في سورة الفرقان بستة أشهر. وأخرج الطبراني وابن مردويه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية عجبنا للينها، فلبثنا سبعة أشهر ثم نزلت التي في النساء وهي المسمات بالشديدة ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك قال بينهما ثماني سنين، التي في النساء بعد التي في الفرقان. وأخرج سمواية في فائده عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية التي في النساء بعد قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بأربعة أشهر. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله، لأن الله تعالى يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هما المبهمتان الشرك والقتل، نسأل الله السلام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن مسعود في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال هي محكمة ولا تزداد إلا شدة. وأخرج سعيد بن منصور
وابن المنذر عن كردم أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وابن عمر رضي الله عنهما سئلوا عن الرجل يقتل مؤمنا متعمدا، فقالوا: هل تستطيع أن لا تموت؟ هل تستطيع أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو تحييه؟ ومن هذا يعلم أن قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق جرم عظيم وجرم كبير واعتداء على نفس معصومة عصمها الله تعالى بذمته وذمة رسوله ويعتدى عليها بقتل، فهذا بهتان عظيم وجرم جسيم. ولهذا غلظ الشارع الحكيم كل من سولت له نفسه أن يعتدي على الأبرياء وعلى الأنقياء بقتل أو ظلم. نعوذ بالله تعالى من القتل ومن أسبابه. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن ميناء قال: كنت جالسا بجنب أبي هريرة إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة، فقال: والذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وأخرج ابن المنذر من طريق أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي مبهمة لا يعلم له توبة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال: ليس لمن قتل مؤمنا توبة لم ينسخها شيء. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن سعيد بن ميناء قال: كان بين صاحب لي وبين رجل من أهل السوق لجاجة، فأخذ صاحبي كرسيا فضرب به رأس الرجل فقتله وندم وقال: إني سأخرج من مالي، ثم انطلق فجعل نفسي حبيسا في سبيل الله قلت: انطلق بنا إلى ابن عمر رضي الله عنهما نسأله هل لك من توبة. فانطلقنا حتى دخلنا عليه فقصصت عليه القصة على ما كانت، قلت: هل ترى لي من توبة؟ قال: كل واشرب أفض قم عني. قلت: يزعم أنه لم يريد قتله. قال: كذب أو كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة فيضرب بها رأس الرجل المسلم ثم يقول: لم أريد قتله. كذب أي هذا كذب. كل واشرب ما استطعت أفض قم عني. فلم يزدنا على ذلك حتى قمنا. وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قتل المؤمن معقلة. وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وابن المنذر عن معاوية رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا. وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان في قتل مسلم
بشطر كلمة يلقى الله تعالى يوم يلقاه مكتوب على جبهته آيس من رحمة الله، نسأل الله السلامة. وأخرج ابن عدي والبيهقي في البعث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله. وأخرج ابن المنذر عن أبي عون قال: إذا سمعت في القرآن خلودا فلا توبة له. وأخرج عبد بن حميد عن الحسن رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نازلت ربي في قاتل المؤمن في أن يجعل له توبة فأبى علي. وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو القاسم بن بشران في أماله بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال: هو جزاؤه إن جازه. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازه، يعني للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفى عن المؤمن وإن شاء عقب. هذا اعتقاد الأمة. وأخرج ابن المنذر من طريق عاصم عن ابن أبي النجود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أي متروك لمشيئة الله عز وجل. وعملا كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني: ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. وهذا اعتقاد الأمة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي مجلز في قوله: فجزاؤه جهنم، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل، أي متروك لمشيئة الله عز وجل. وأخرج ابن المنذر عن عون بن عبد الله في قوله: فجزاؤه جهنم، قال: إن هو جزاه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي صالح مثله. وأخرج ابن المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال: جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر فسمعتهم يقولون: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى قوله: عذابا عظيما. قال المهاجرون والأنصار: وجبت لمن فعل هذا النار، حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال المهاجرون والأنصار: ما شاء الله يصنع الله ما شاء. فسكت عنه. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في البعث عن هشام بن حسان قال: كنا عند محمد بن سيرين فقال له رجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، حتى ختم الآية. فغضب محمد أي ابن سيرين رضي الله عنه وقال: أين أنت عن هذه الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قم عني، أخرج عني، قال: فأخرج. وأخرج القتبي والبيهقي في البعث عن قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: لما قلت
بين يدي الله فيقول لي لما قلت أن القاتل في النار، فقول أنت قتلته. ثم تلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قلت له: وما في البيت أصغر مني، أرأيت إن قال لك فإني قد غفرت لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما استطاع أن يرد علي بشيء. إن ربنا واسع المغفرة، له المشيئة العظمى والمطلقة والتي لا يقيدها شيء أبدا، ولا يقيدها قولنا أنها مطلقة. فهو غني عنها، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وأخرج عبد بن حميد عن أبي إسحاق قال: أتى رجل عمر رضي الله عنه فقال لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم. ثم قرأ: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قاتل المؤمن قال: كان يقال له توبة إذا ندم. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة مثله. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن كردم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه رجل فقال: ملأت حوضي، انتظر طيمتي ترد علي. فلم أستيقظ إلا ورجل أشرع ناقته فتلم الحوض وسال الماء، فقمت فزعا فضربته بالسيف فقتلته. فقال: ليس هذا مثل الذي قال، فأمره بالتوبة. قال سفيان: كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا لا توبة له، فإذا ابتلي الرجل قالوا كذبت. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عبد الله بن جعفر قال: كفارة القتل القتل. وأخرج عبد بن حميد والنحاس عن سعد بن عبيدة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول لمن قتل مؤمنا توبة. قال: فجاءه رجل فسأله: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا، إلا النار. فلما قال الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تفتينا؟ كنت تفتينا إن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنا، فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. يفهم من هذا أن لابن عباس رأيين: الرأي الأول زجرا لمن ظن منه أنه يريد قتل مؤمن عمدا، فخوفه وأرهبه وقال لا توبة له وهو في النار. وقال في الرأي الثاني أنه لمن قتل ذلك بخطأ أو غير عمد أو شيء من هذا، حتى ولو كان عامدا، ثم ندم وتاب، تاب الله عليه وقام بالذي أوجب الله عليه من الكفارة أو دفع دية وما إلى ذلك، وصام شهرين متتابعين، عسى الله تعالى أن يغفر له، لأن الله تعالى غفور رحيم. وأخرج النحاس عن نافع وسالم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كيف ترى في رجل قتل رجلا عمدا؟ قال: أنت قتلته؟ قال: نعم. قال: تب إلى الله يتب عليك. فهذا القول الصائب أنه من قتل مؤمنا ثم تاب إلى الله تعالى فتوبته مقبولة، وإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال: ليس للقاتل توبة إلا أن يقاد منه أو يعفى عنه أو تؤخذ منه الدية. وأخرج عبد بن حميد عن سفيان
قال بلغنا أن الذي يقتل متعمدا فكفارته أن يقيد من نفسه أو أن يعفى عنه أو تؤخذ منه الدية، فإن فعل به ذلك رجونا أن تكون كفارته ويستغفر ربه، فإن لم يفعل من ذلك شيئا فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له. فقال سفيان: فإذا جاءك من لم يقتل فشدد عليه ولا ترخص له لكي يفرض، وإن كان ممن قتل فسألك فأخبره لعله يتوب، ولا تيئسه أي من رحمة الله. فالأول ترهيب، والثاني ترغيب ودعوة إلى التوبة وإصلاح الخلل. وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله قال: لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل المؤمن. قال: لأن حق الله مبني على المسامحة، وحق الخلق مبني على المشاحة والتغليظ. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا وأدى زكاة ماله طيبة به نفسه محتسبا أي لله وسمع وأطاع فله الجنة، وخمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة تقطع بها مالا بغير حق أي يمين كاذبة أو يمين زور. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل ليقتل يوم القيامة 1000 قتلى. قال أبو زرعة: بضروب ما قتل أي بمثل ما قتل. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله للدنيا وما فيها أهون على الله تعالى من قتل مسلم بغير حق. وأخرج النسائي والنحاس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأخرج ابن المنذر عن ابن عمرو قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما نقيت كفه من الدم، فإذا أغمس يده في الدم الحرام نزع حياؤه. وأخرج البيهقي في شعاب الإيمان عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، هذا قتلني، لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، لما قتلني هذا؟ فيقول الله: لما قتلت هذا؟ فيقول: قتلته
لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست له بإثمه، نسأل الله السلامة. وأخرج ابن أبي شيبة عن عمرو بن شرحبيل موقوفا، وأخرج البياقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يجلس المقتول يوم القيامة، فإذا مر الذي قتله قام فأخذه، فينطلق فيقول: يا رب سله لما قتلني، فيقول: فيما قتلت؟ فيقول: أمرني فلان، فيعذب القاتل والآمر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.